ما والله يساعد. بمناسبة اليوم العالمي للمضادات الحيوية أقمنا الورشة الأولى للتعريف بالاختبارات العامة. هذه الورشة كانت تعاونية مع رئاسة جامعة الكفيل للتعرف على أهمية تحاليل المقاومة مثل تحاليل الـ PCV، تحليل الـ ESR وأيضا تحاليل الـ HIV بشكل عام والـ STD. طبعا اليوم تقيم جامعة الكفيل الأسبوع العالمي للتوعية ضد المضادات الحيوية. طبعا تتضمن هذه الفعالية هي التعريف العلمي للمضادات الحيوية، لمختلف أنواع المضادات الحيوية ومضارها على صحة البشر والكثرة من استخدامها مما يؤدي إلى أضرار جسيمة لصحة الإنسان. لذلك أقمنا هذه الفعالية للتوعية وللتعريف بمضار المضادات الحيوية. اليوم شرفت جامعة الكفيل بإقامة إيفنت اللي هو توعي للناس والمجتمع بخصوص الأسنان وأمراض الأسنان وطريقة حماية الأسنان بصورة صحيحة. هذا الإيفنت قاموا نخبة من طلبة طب الأسنان كلية طب الأسنان بإشراف أساتذة أكفاء وبحضور رئيس جامعة الكفيل المحترم دكتور نورس.